بسم الله الرحمن الرحيم. متتبع قناة خلاص عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا بجديد في حلقة جديدة اليوم. أولا تنعتذر على الحلقة ديال نهار الأربعاء اللي فات، ما درتها شيء لأنني كنت عيان، باقي شوية عيان، كنت عيان وحاولت ولكن الحالة الصحية ديالي ما سمحتش لي باش نسجل الحلقة ديال الأربعاء. أعتذر وغادي نخلفها لكم إن شاء الله قريبا. نبداو بعدا بالجريمة ديال اليوم، ومن بعد نضرب في واحد الموضوع مهم. الجريمة اليوم، واحد الراجل عايش مع ولده في دارو، ولده مجوز، ولده عنده بنية وليد، من عادته تدي الوليد للروض في الصباح. راجل كبير متقاعد ما خدام شيء، ما كاينش مشاكل، عايش مع ولده الدنيا هانية. تنوض مع الصباح تدي ولد الحفيد ديالو تيديه للروض، وتيدوز واحد القهوة تيجلس تما مع صحابه، تيجلس لواحد الوقت تيدوز تيهز الوليد تيجيبو للدار. اي الى داه مع 9 الصباح تيردو مع 11 ونص تيردو. ولدو واحد المرة كان مسافر ما كاينش في الدار، ومن عاد ولدو تيسافر بزاف، العمل ديالو او الشغل ديالو تيطلب منه باش يسافر، تيسافر ما عندوش شي سفر محدد، تيمشي هنا تيمشي هنا لهاد المدينة لهاد المدينة لهاد المدينة، كما تيقول هو عارف مراته وعارف باه بأنه بيعش الري تيبيع وتيشري وتيجيب السلعة من الشمال وكذا وكذا وكذا، ما عندوش شي محل خاص. لما تيجيب السلعة من الشمال اللي ذاك الوقت كان تهريب، لما تيجيب السلعة مهربة من الشمال تيبيعها، ما عندوش شي محل خاص، اي تيبيع البارتيكولي اللي بغى اللي تعرفو، تيبيع المال الحوان، تيبيع الكذا تيبيع الكذا، هي حياته. واحد النهار كما قلت لكم هذاك الراجل الكبير داك الشيباني دا الوليد الصغير داه الروض، داه للروض وداز هو القهوه مع 11 داز غدا الدري وجابو في يدو. وزوين هذاك الشيء تنشوفو بان الراجل الكبير تيدي الحفاد ديالو للمدرسه ويجيبهم، الحفاد ديال المدرسه ويجيبهم، لان اعز واحد عندنا حنا الناس كبار هما الحفايد ديالنا، هادشي معروف. ولكن من جرجع للدار تيدق، امهم داخل في الدار وهم ما تخدمش، خلى امهم عارف بان امهم غتكون هي البنيه في الدار، ان البنيه باقا صغيره ما تمشي لا راود لا والو. بقات يدق حتى واحد ما جاوبو، بقات يدق تيدق، قال هذه خرجت شي بلاصه، سول الجيران قال لك اودي ما شفناها شي، ما شفناها شي، ما عرفتش ما عرفتش فين خرجت. هنا قال ربما مشات شي بلاصه، مشى لواحد البليصه فيها الظل وجلس حدا الدار تيترقبها وتيتسناها تجي 11 12 وحده. السيده ما جاتش، الوحده ما جاتش، وحده ونص ما جاتش. هنا السيد دخل الشك، عيط على ولده اللي هو راجلها، قال لي فيك؟ قال لي انا موجود كاين. الدري كان في مدينه قريبه من المدينه ديالو، تقريبا واحد 40 كيلومتر. قال لي انا كاين، شنو كاين؟ قال لي انا مشيت ديت الدري للروض، ومن جيت راه دقيت تعيط مرة ما حلات شي، وفي التليفون ما تجاوبني شي، وتسليت حتى وحده قالت ربما تكون خرجت لشي بلاصه، اعلم الله فين مشات، ولكن راه هادشي راه انا ما فهمتوش غير خصني نعلمك. ولدو قطع عليه، من بعد اتصل به قال لي ترى ما تجاوبنيش في التليفون انا جاي. الراجل بقى جالس تما، الشيباني بقى جالس تما حتى جا ولدو. جا ولدو لقاه، جا حل الباب ديال الدار، عنده الساروت حل الباب لان لقى الباب مسدود، لان اللي تيخرج من هذيك الدار كيبان الدور كاملين تيخرج تيجر الباب، يكفى يجر الباب برا تسد، ولا بغى يحلو حلو بالساروت، راك تعرفوا هذه العمليه هذه بسيطه. حل الباب طلع تيلقى مرتو مقتوله ومضروبه بموس في عنقها ومضروبه في صدرها، وكان الوقت الصيف والمرأة ما لابسه شيء، شي حوايج اللي غادي يحميوها من الطعانات، مقتولة، والبنية الصغيرة مقتولة. المرأة مقتولة في وسط المرح، والبنية الصغيرة مقتولة في واحد البيت. لاحظ بأن اللي قتلهم كان تيقلب في الدار لا شي حاجة. الراجل ما دار والو، رصا وطلب من با يخرج، وبا بقى تيغوت باش نجمعو، لكن ما خلى حتى واحد يدخل تما. وهذه تنقولها ولتها ولتها ولتها، الواحد ما تسرق ليه دارو، ولا يلقى شي جريمه في دارو الله يحفظ، ولا توقع شي حاجه في دارو، وجا ولقى هذاك الشيء امامه وتفاجئ به،
ما يقيس حتى حاجه عيط للبوليس، ما يقيس حتى حاجه عيط للبوليس، ما يخليش الناس يدخلوا لدارو، ما يخلاش الناس يدخلوا، راه لا دخلوا الناس للدار داخل راهم تيخربقوها، هذا يهز كاس، هذا يهز هذا، هذا يكحز كرسي، هذا يمشي للكوزينه بغى يشرب الماء، هذا تيخليو بصمات ديالهم مشتين وتيخربقوا البوليس لما تجي مصاح الجريمه تيخربقوها بالبصمات. شحال من مره في شي جريمه كنا تنقلبوا في شي جريمه القتل ولا جريمه سرقه ولا شي حاجه وتلقاو بصمات في الاخر تلقاو البصمات غادي الجاره دخلت. البصمات ديالها تنجيبوها باش تخلطي تخلطي انا اللي جلست تما نشد داك الكاس انا اللي درت اللي فات. لان الاثار راه تنفع البوليس في البحث. لان البصمات راه تنفع البوليس في البحث. ما تمس حتى شي حاجه خرجوا عيط للبوليس كما دار هذا السيد خرجوا عيط للبوليس. البوليس جاو. جاو ذاك الوقت كان تشخيص قضائي اليوم صلح الجريمه اليوم قلبوا بحثوا على البصمات تبينوا من خلال المعاينه بان هناك مسكن تعرض لسرقه حسب الراجل المعلومات ديال الراجل تيقول هنا كان الذهب ديال المراه هنا كانوا عندنا شي فلوس محطوطه وعارف كل شيء هنا كانت هذه هنا كانت هذه هادشي ما بقاش طار تسرق اي ان الشخص اللي دخل الدار وقتل المراه وقتل البنيه سرق الذهب هذا ولكن هاد السيد دخل في وادي حاد النهار هاد السيد دخل في وادي حاد النهار لان الراجل الكبير خلى المراه في الدار هي وبنيتها ومشى هو يدي الدري للرود ومن 9 ل 11 او نقولوا حنا 11 ونص او 12 ربما الراجل جا في الطريق بشويه عليه ولا كذا هنا هاد السيد دار العمليه في النهار ما شاف حتى شي واحد راجل خادش مع الطريق هنا البوليس داو الراجل تيبحثو معاه فيك انت انت فيك انت بعد ما فتو مع الشيباني داك بواه بحثو معاه فين كان وفين جلس فين انت خليتي المراه في الدار انت راجل كبير خليتي مرت ولدك في الدار مع بنتها نعم سيدي فين مشيتي مشيت للدري الروض ها شكون اللي تسلموا منك في الروض خرجت المعلمه خذتهم من عندي نشوفوا المعلمه تمشي المعلمه تروض اجي لالا هذا جا هذا الصباح جا سيدي شنو عطاك عطاني الدري صافي معاش رجع ونقول لك 11 وكاك حنا تنخرجوا مع 11 الدري الصغار تيمشيو مع 11 كان 11 ولا 11 و4 وكاك جا عندي فيك انت نتايا قال لهم انا كنت في القهوه مع من كنتي في القهوه مع فلان وفلان انتقل الى المقهى انت وريكم البحث كيفاش تيدوز انتقل الى المقهى مشاو للقهوه سولت تما القهوه فعلا كان في القهوه ما خرجش منها وكان جالس مع فلان ومع فلان مع فلان اذا الراجل بريء الاب ديال مول الدار بريء عنده حتى شي حاجه ندوزو للراجل راجلها انت فوق سافرتي قال لهم سيدي انا سافرت بكري انا مشيت مع 5 الصباح فين مشيتي انا مشيت لمكناس اش درتي مكناس اش درت اش درت اش درت اش درت عطينا البرنامج ديالك مع الصباح فين مشيتي حتى اتصل بك السيد هاتفيا عطينا التليفون ديالك قلبوا التليفون ديالو تيلقى بوه ولا معيط ليه التليفون كاين نداء كاين اتصال ما بين الاب والابن ديالو كان اتصال إذن اتصال هاتفي ما بين الأب والابن تبرأ ساحته ولكن برأ ساحته بأنه فعلا كان اتصل هاتفي بينه بوه ولكن فيك انت كناس يا كمان تنقصي من كناس وجيتي للدار في الزربة وطبيتي في المرأة وشيتي في حالك البوليس هنا بويسكو ما لقاو بوليس والو وما لقاوش بصمات وما لقاو حتى شي حاجة فين يشدو والو هذاك اللي دخل الدار دار جريمه ان كريم بارفيك جريمه كامله ما خلاش شي طراس وخرج الجيران ما شافوش راجل خارج ما شافو مرا ما شافو راجل خارج ما شافو حتى شي واحد اذا شكون هذا اللي غادي هذا اذا المراه حلت ليه هذا تتعرفوا المراه حلت ليه الباب لانه عندهم الدار وعندهم الدروج اذا هذا حلت ليه المراه وطلع واش هذا حل الباب وطلع عند المراه المراه كانت تغوت خاصها تغوت المراه خاصها تغوت وسمعوها الجيران لان الدور شعبيين الدار على الدار وسطح على سطح غيسمعوا الناس غيقول لك اودي سمعنا الغوات عتقول روح عتقول روح مثلا لك راجل براني اذا هذا اللي طلع تتعرفوا المراه عرفات وطلع واذا هذا ما خلاش الباب لتحت مسدود محلول اي طلع وهجمه او طلع هذا سد الباب وطلع مع الدروج وطلع عند المراه ثانيا وسط البراح ديالهم كاين واحد السداد محطوطين وتما كان المراه مقتوله مضروبه اذن المعني بالامر كان جالس حداها وسط البراح
كانوا جالسين في دوك السدادر حسب المعاينه. البنيه الصغيره قتلها في البيت، هذا دار عمليه بالزربه وخرج بحالاته، حتى واحد ما شافه. اذا المشكوك الاول اللي كاين دابا هو شكون اللي تيجي عند هاد الناس للدار. الراجل تيقول سيدي ما تيجي عندي حد، وعائلتي ماشي من هنايا، وعائلتها ماشي من هنايا، اللي غيجيو يزوروها. ما عندي عداوه مع حتى شي واحد، ولا شي واحد تيسالني شي حاجه، ولا شي واحد عندي معاه شي حساب، ولا هذا ولا هذا ولا هذا. بحثوا مع الراجل، تاكدوا منه في المدينه فين كان، تاكدوا بانه، وهذا الشيء راه خدا الوقت، راه بدينا في النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث. تاكدوا من الراجل بانه البرنامج اللي عطاهم كاين حقيقي، ها فين كان، ها فين كان، ها فين كان. وما جا حتى على المنبه. إذا القضية بدات حابسة. هنا البوليس ومن الخطط ديال البوليس أو من الأمان ديال الشرطة كما تنقولوا حنا، وهذه معروفة لا عندنا حنا ولا عند فرنسا ولا كذا، هي بورتا بورت، البحث ديال من باب الباب، البحث ديال من باب الباب، بورتا بورت. هذا البحث معروف عند الشرطة وعند الدرك وعند ضباط الشرطة القضائية اللي تيعرفوا خدمتهم وتيعرفوا شنو هي بورتا بورت. هنا لابد ما نشرح هذا بورتا بورت، ولا ما غنشرحها، نشرحها للمواطن، والمواطن في السياق الكلام يفهمها يتصنت ليها وصافي مزيان. ولكن غنقولها ديما، تنقول انا ضباط الشرطة القضائية، وتنقول المفتشين اللي تيبحثوا في الجرائم بحال ديال القتل اللي يكون تبع الفرقة الجنائية مثلا، فرقة جنائية او محاربة عصابات او فرقة الابحاث او كذا او كذا. هاد البحث هذا بورتا بورت تنبداو نسولو الجيران دار بدار اللي هما مجاورين. هادوك الجيران تنسولوهم، هادوك الجيران عندنا حق نعيطو عليهم، عندنا حق نجيبوهم للكوميساريه، نجيبوه ماهوش لا ما نجي نجيبوه، نعطيو استدعاء ويجي عندنا. وإذا بغى يدخل ويخرج في الهضره وبقى تيخربق علينا وبقى تيغوت، عندنا حق نديروه تحت الحراسه النظريه، شاهد على الجنايه، شاهد الجنايه لما كانش عنده ضمانات الحضور، شاهد الجنايه لما بغاش يسد معنا الطريق وما بغاش يهضر معنا وما بغاش يعطينا شي معلومات، وخدام تيتهرب وخدام كذا كذا، راه عندنا حق نتصلوا بالنيابه العامه، السيد الوكيل العام او من ينوب عليه، وندوز تحت الحراسه النظريه كشاهد، يبقى تحت يدينا. لان ملزم الشخص اللي غنستدعيوه واللي هو قريب المكان الجريمه كجوار او كذا وكذا، ملزم يجاوبنا. جاوبنا سيدي، ماشي انا، ماشي شغلي تطرف هاد الناس، انا ما عنديش معاهم انا دوك الناس. وفيك انت اليوم، وانا مالي تتسولوني فيك انت، هذيك ميته وانا مالي، ودبر راس اخو، انا ضارب عليهم، انا غادي نسولوك عافاك فيك انت، وما تسولونيش اصاحبي، انا ما نجاوبكمش، انا ما دخلتش في داك الشيء. وطاح نروح تسولنا حنا، جاوبنا. والافضل يجاوب الواحد قدام بابه بلا يمشي للكوميساريه، لما نسولوك قلت لك في الطوموبيل ولا هذا، جاوب انت كجار، جاوب اسيدي اش كاين اش كاين اش كاين، وناخذوا المحضر ديال كلامك ونديروا في المحضر. لا بغينا في عين المكان نديروا في عين المكان، الا كنتي مشغول ولا شي حاجه، او لا كان البحث كنتي الدار المجاوره اللي بجنب وكان البحث يطلب ذلك، تشادنا الكوميساريه وتقول اسيدي انا كنت خارج ما شفت شيء، انا ما درت شيء، انا ما عرفتش معلومات على هذه المراه، ما عرفتش معلومات على هذا الرجل، هذا الشيء راه مفيد. مابقاش الواحد يتهرب من الشهاده بحجه ديال واتجي تقول لهم، ولا يقول لك انت اللي داير، يولي يقول لك الهضره الخاويه، الهضره ديال الكيلو، بحال شي واحد تلقى شي واحد مقتول شي حاجه، وبغيت نمشي نقول انا، ما غايقول لك انت اللي قتلتيه، واخا تقول انا اللي قتلته خصك تبين كيفاش قتلتيه، ماشي غتقدر تقول لي انا اللي قتلته انا درت ليه، وكيفاش؟ حنا شدينا واحد الصفار هنا بالقصيري، شدينا واحد الصفار، واحد العساس، عساس تحل واحد الحانوت، طالت السرقه، واحد الصكه ديال القرب تعرضت للسرقة، مشينا عند واحد العساس ديال الليل، واحد كوديديب، واحد البوحاطي، قال لنا ودي أنا شديت واحد خينا هو اللي تينعس تما، شديتو خدام تيحل أسيدي، شديتو خدام تيحل، وجبد عليا موس وغرمني وهذا، وراه تيبقى يدور حدا المارشي، راه كاين حدا المارشي، ويلي هذا مادا عارف وي، راه تيكون سيدي حدا المارشي، تيدور تما في النار، تيدور حدا المارشي، قلنا نمشيو نشوفو هاد خينا، مشينا قلبنا عليه. مع داك الاساس تا قلنا راه هو راه فين وقف، حنا نشدو السيد، حنا نجيبوه. جبنا السيد قلنا ليه الاساس غير السيد طلع الطوموبيل، الاساس اسيدي هو هذا، لقيت تينعس، لقيتو تيحل الكراج، لقيتو خدام تيحل الكراج، هذا حصلتو خدام تيحل الكراج. ولكن هاد الساك تسرق منها الكارو، سرقوا منها فلوس، حنا ما لقينا عنده والو، واسيدي يكون عنده شي صحابو، كانوا جاو وحدين تيفرقوني منه، تيقول لي طلق من السيد، هما اللي طلقوني منه، يكون عنده صحابو سي عطاهم الكارو، عطاهم داكشي، عطاهم الكارو مشى بقى تيدور حدا المارشي. جبنا السيد تنبحتو معاه، هذاك السيد
قلنا لك انت ناعس تما، قال اه حليتي الكراج؟ اه حليت الكراج. سرقتي الكارو؟ اه سرقت الكارو، سرقت الكارو. والاخت تقول هل قلت لكم اسيدي واش نكذب عليكم؟ هل قلت لكم؟ اه سرقت الكارو. فين ديتي الكارو؟ اه ديت الكارو. فين ديتي الكارو؟ ديته ديت فين ديتي الكارو؟ والسيد خدام تيقول لي انا سرقت وحليت الكراج وكذا، ودرنا واحد البحث معمق ما لقينا السيد غا احمق، غا احمق. وحنا شادين فيه غير شفنا شويه نقي، وكان نقي هو نيت مسكين. مره كان تيجي من السوق لعب على بالقصيري، مره تدور اخواتي انا سرق بالقصيري تيمشي. هذاك العساس تهمو، وفي الاخر حنا مع العساس لقينا العساس هو عنده عصابه ديالو فيها ثلاثه الناس، جبناهم هما اللي سرقوا وبغى يدورنا لواحد جي ولا اخر. جبتكم هذه الهضره على الاعتراف ماشي سيد الادله. السيد اعترف ان انا سرقت، ايه اديتي اعطيتي صحابك؟ اه اعطيت صحابي. شكون هما صحابك؟ صحابي. شكون هما؟ ادريس ومصطفى ومحمد. فين كاينين؟ كاينين فين؟ في سوق لعبه كاينين. ومسكين تيهضر تيهضر اخر اخر خلقنا في البحث. حنا كنا شويه غلطنا في ذاك البحث، خلينا العساس قاعد حدانا والعساس بقى تيغمق. ها انت جبت لكم اسيدي واش تنكذب؟ اسمع اسيدي اقول صحابك، صحابك اللي كانوا معك ثلاثه اه كانوا معايا، اه كانوا معايا. سيد حمق. وكما جبنا الهضره جبنا على الشهاده، الشهاده خصها تعطى. بقى تيسولوا الجيران، تيسولوا دار بدار كما قلنا بورت بورت في البحث، تيسولوا الجيران. ولا شي واحد من الجيران شاف ولا شي واحد قال شي كلمه ولا شي حاجه. هنا بداو تيسولوا الاقارب ديالها، الاقارب ديال المراه. فيك انت؟ فين جيتي؟ فيك انت؟ فين مشيتي؟ جيتي عندها؟ فوق جيتي عندها؟ الاقارب ديال الراجل مشاو تيسولوهم. ماشي مساكنش في ذاك الحي جنبهم، ومساكنش في شي واحدين مساكنش كاع في المدينه تما، مشاو تيسولوهم. العمليه طلبت واحد 6 ايام ولا 7 ايام ديال البحث. فاذا بواحد الخبر تيجي، جابوا واحد الشرطي واحد مفتش تيقول اودي رانا ترجع لعين المكان باش تنبحث. وسولت واحد مول الحانوت، مول الحانوت مع الحادث على ديك المراه اللي تقتلت. قال ليه راه كانت واحد المراه جات هنا في ذاك النهار ديت فاش طاح ديك الروح، جات واحد المراه جوج مرات هنايا تتسولني. المره الاولى سولتني على الدار ديال ديك المراه على راجلها، وراجلها قال لها تيبيع وشريك تنعرفوا انا تيجي منا حتى حنا الفورماج والكاشير داكشي ديال الشمال. وقالت لها ودي تنبيع وشري معنا داكشي ديال الشمال بغيتو نعطيه شي فلوس. قال لها ودي راه دارو. ومشات. قال من بعد جات عندي لهنا، وجات داك النهار مع شي وكاكتي العشرة الصباح داكشي. قالت لي واش ما بانكش فلان؟ قالت لي قال لا ما بانيش، سير سولي مراته. هذه مرأة جات تتسول على الراجل، شكون هي هاد المرأة هادي اللي جات تتسول؟ شكون هاد المرأة تقول أنا جيت نعطيه فلوسو تانا تنبيع ونشري معاه في كذا كذا؟ فين هي دار؟ جات المرأة الأولى سولت على الدار، وجات المرأة الثانية تسول على الراجل واش جا. إذا الراجل هو اللي خصني نجاوب على هاد القضية هادي. الراجل جلسوه قال أسيدي عندنا واحد الخبر جاتنا، هاد الخبر فيها واحد المرأة جات تتسول عليك. حسب ما تيقول مول الحانوت عطانا الاوصاف ديالها، تيقول مرأة قصيرة، تيقول بين فيها اجي عندها شي 40 عام في العمر ديالها، تيقول هاش لابسة هاش لابسة، تيقول لابسة حوايج ما لابسهاش جلابة دابا عصرية، قال داك العصري شوية عندها ماشي هو هذاك. داك السيد قال ما عرفتها، عرفت شكون هي السيد سولت عليا في داك النهار، عرفتها هادي تنتعامل معاها في البيع والشراء. وهاد السيدة كاع ما جات عندي وعندها التليفون ديالي، ما اتصلت بيا بالتليفون لا والو، إن هي اللي جات لداري وهي اللي شك فيها. كيفاش شك فيها؟ قال لي هي اللي شك فيها، هي اللي بغات تنتقم مني. علاش بغات تنتقم منك؟ المهم أنا نصالحكم، أنا هذيك السيدة كنت غنتزوج بها، وقع معها مشاكل ما تفهمتش أنا وياها وبعدت منها. عندك شي صورة ديالها ولا شي حاجة ديالها ولا شي حاجة؟ آه عندي، عندي الصورة ديالها هاي في البورتاب، هي هادي الصورة ديالها في البورتاب. تتبين واحد المرأة، أي مرأة عندها 40 عام في العمر ديالها تقريبا. عرضوا الصورة على مول الحانوت، قال لهم هي هادي يا سيدي. أنا جابوا مول الحانوت وتصنتوا لي تقول هي هادي السيدة. قال لي فين كاينة هاد السيدة؟ قال لهم شنو نوريها لكم. مشى معاهم، مشى معاهم وراهم السيدة.
ودقوا على السيده وخرجت ليهم ولقاوها هي السيده المعنيه. هنا سولوها، هزوا السيده وجابوها وسولوها. قالت السيده انا تنعرف داك السيد، هو تيبيع ويشري وتدفع لي انا السلعه، ولكن ما عندي حتى شي علاقه بهذه القضيه. ما مشيت انا لدارو ما سولت عليه، وانا هذه مده وانا مقطع انا وياه، هذه مده وانا متهضرش انا وياه. اعطينا التليفون ديالك، خداو التليفون ديالها، تلقوا فيه بان كاين اتصال، كاين وقع خلال داك الشهر كامل ما بينها وبين معني بالامر، ما بينها وبين داك الراجل. قال لها التليفون تتصلي به انت، تتصلي به على شغلي وعلى فلوسي، انا فلوسي تنسالها لي. السيد تيقول انا باقا شي حساب بيناتنا ديال الفلوس، ولكن انا تنسالها، هضر الخاويه هي تتمو وتتما. ما مشيتيش داك النهار للدار، ما مشيت شي، راه مول الحانوت في المواجهه. مول الحانوت تيقول انت جيتي عندي، انت جيتي عندي جوج مرات، جيتي الاولى سولتي على الدار نعتالك، وجيتي الثانيه قلتي لي واجه، واش ما بالكش هنايا؟ والله يرحم والديك انا ما تخربقيش عليا. هنا خبروا النيابه العامه بهاد المعطيات، واللي سمحت لهم باش يمشيو يقلبوا الدار ديالها. مشاو قلبوا الدار ديال المعنيه بالامر، تيلقاو الذهيب ديال المراه المقتوله، وتيلقاو الفلوس في داك السويك فين كانوا، واحد الفلوس واحد المليون مليون ونص، وتيلقاو الدب ديال المراه. السيد تعرف على الدب ديالو، هذا ديال مراتي، هذا ديال مراتي، وهذا فلوسي في هذا السويك. اذا انت هي المعنيه بالامر جابوها معاهم. المراه هنا ما بغاش تبقى تزيد معاهم في الكذوب، عرفت بانها حصلت، وهي تقول علاش قتلت هاد البنت هادي اللي غنسميوها بنت لان هي كانت بنت عمرها تزوجات. هاد البنت هادي قرات واحد شويه ولكن ما حصلتش على الباك ديالها، فكرات مزيان، فكرات وقالت انا خصني نخدم على راسي، نخدم على راسي وبفلوسي غنجيب الراجل، وفلوسي غيكون عندي راجل تانك بحال الناس. اذا ما كانش دابا الهيئه ديالي ما عطاتنيش باش تقدم لي شي حد، فلوسي غيجي شي حد. هاد السيده هادي كانت عندها فكره بانها تخدم وتجمع الفلوس، خدمات ولا عندها فلوس، ولا تتبيع داك السلعه ديال التهريب، تاخذها من 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 تبتها داك الوقت وتدخلها للمغرب، او تجيب حوايج من الدار البيضاء وتتبيعهم. تعرفت مع هذا في هذا الميدان في الشمال، تعرفت معاه شي مره في شي كار جايين من الشمال، قال لي انا تنجيب القرو وتنبيع القرو وتنبيع السلعه بالجمله وتندير 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 وتندير. قالت لي انا تنبيع وتنبيع وتنبيع. قال لها بون اذا بغيتي نبدا نجيب لك السلعه، والسلعه اللي ما تقدريش تجيبها انت نجيبها انا وندخلها لك وبيعها وكذا وكذا. تم اتفاق على هذا حسب التصريح ديالها، وقالت بقى تجيب لي السلعه وتعطي فلوس، تجيب لي السلعه تعطي فلوس. من بعد تيقول لي، قال لي ودي انا راه وليت تنبغيك، وانا راه ما مجوزش، انا مطلق وما مجوزش شي، وانا بغيت نتوكل على الله نتوكل على الله. هنا بديت تندخل لداري، وليت تدخل عندي لداري، ولا دخل خارج ولا بحال راجلي، وليت تنقول للجيران انا تزوجت به، باش الجيران ما يقولوش هاد السيده اش تدير. وبدات يدخل لداري وبدات يعاشرني معاشره ديال الزوجه، مع اننا ما ديناش الكاغيط. اليوم تيقول لي غنديروا الكاغيط، غدا تيقول لي غنديروا الكاغيط، شي شويه دخلني في مشاريع. قال لي خصك فلوس، خصك تعطيني واحد القد ديال الفلوس، نديروا المحل ديالنا كبير. ها واحد المحل داني لواحد العماره وهي في طور البناء، وفيها كراجات لتحت، فيها شي مكازات لتحت، وهزل واحد المكازا وقال بانه هضر مع مولاها، ولقات واحد السيد تما امام باب ديك المكازا، واحد الراجل اللي تيقول تيهضر هو وياه وخدام تيتفاهم هو وياه، تيقول شحال فيها من مترو ما من مترو كذا كذا، انا غندفع لكم التسبيق الاولي وغادي من بعد فيكم التسبيق الثاني. وتقول بانه جاب لها بعض الاوراق تيبين لها بانه بدا في ذاك المشروع ديالهم اللي غيشري واحد المكازا وعمروها بسلعه ويخدموا بجوج، هو ينتقل يجيب من الشمال ويجيب من الدار البيضاء وهي تبيع. وهنا قالت بانها عطاته واحد حق كبير ديال الفلوس، عطاته تقريبا واحد 20 او 30 مليون حسب ما تقول، تقول ما بين 20 30 مليون عطيتها ليه، عطاتو الفلوس شدها ام شدت سيد غبر، ما بقاتش شافته ام شد الفلوس غبر، تقول دا لي راس مالي ودا لي اللي جمعته ودا لي اللي مخبيه ودا لي كل شيء، ناهيك على الفلوس اخرى كنت نعطيه،
هذا مليون، هذا مليون ونص، هذه السلعه غتجي، هذا كذا، غنصوبوا هذه، نديروا هذه. عرياني وخلاني ما عرفتوش فين مشى، ما بقاش تيجاوبني في التليفون، قلبت عليه تعيت. الا انه واحد النهار تقول هي جبت واحد التصويره انا وياها مصورين، والطوموبيل كما تقول فات ما قلتلكمش عنده السياره باش ينتقل، وتقول طوموبيلته ديك المره جاب طوموبيلته، خرجت انا وياها بها وتصورنا حدا الطوموبيل، وانا ما عندي فين شد، بقيت شاده في البلاكه ديال الطوموبيل، الرقم ديال الطوموبيل، لما هرب عليا وداني فلوسي وعرفه ان ديك الطوموبيل ديالو مره مره تنخرجوا بها انا وياه، شديت في الرقم ديال الطوموبيل واتصل بشي حد اللي عارف يجيب لها الاسم ديالو كنيه من خلال الرقم ديال السياره، وهنا هادشي معروف بان رقم السياره هذاك صحيح صاحبها الملك ديالها. هذيك البلاكه ديال الطوموبيل وريها شي واحد، قال لي هاد البلاكه، انا مشيت سولت ولقيتها ديال واحد الطوموبيل، والطوموبيل سميت فلان، اذا سميت وعرفته انها طوموبيل وها فين ساكن. اذا هذا مشى المركز ديال السيارات وجاب ليها من الملف سميت مول السياره والعنوان ديالو، عرفته بانه هو، مشى داك العنوان، مشى داك العنوان كما تقول في داك النهار، وسولت هذاك مول الحانوت فين ساكن فلان، قال لها لا، تاكدت من ديك الدار. وجات بعد المره الثانيه قالت ليه ما كاينش هنا، قال لا ما كاينش هنا، الله المراه مشات شي بلاصه ولا كذا، ومشات دقت في الدار، ودقت في الدار حلت لها ديك المراه، قالت لها لاباس بخير كذا كذا كذا. اولا كيما تقول بقات عساسه على الدار، تقول شافت الشيباني الراجل الكبير خرج مع الدري الصغير مشى، وتبعت الشيباني فين غادي يصحبوا يتسخر، شافته دخل الدري للروض ومشى هو للقهوه ورجعت للدار. رجعت للدار كيما تقول لي، كان رجعت للدار انا ماشي شغلي، انا رجعت باش نشوف واش هو كاين، نشد فيه تما، ما كاينش انا غادي نعرف كيفاش نتصرف مع مراته. دقات حلت ليها المراه، قالت لها انا بغيت نهضر معك، قالت لها مرحبا، قالت لها واش يمكن ندخلوا، قالت لها ادخلي، لا مرحبا. دخلت شافت المراه نقيه عاديه، قالت لها انا راجلك راه كان بغى يتزوج بيا، وهاج دار ليا وهاج دار ليا، وهادي عامين هو معايا، ودا لي فلوسي ودا لي كذا ودا لي كذا ودا لي كذا، فين مشى دابا هو؟ قالت لي انا ما تعرفو فين تيمشي، راجل تيخدم تيمشي، راه قال لي سافر، غادي يسافر، راه مشى مع الصباح بكري. ولكن هذيك السيده اش كانت جايه ناويه دير؟ كانت جايبه جنويه هزها معاها، هزها معاها ميديا موس جنويه كبيره، ومضتها مزيان كما تتقولي انا قلت الا لقيته قتلو، الا لقيته تقتلو. علاش؟ لانها ما كانش عندها امل الزواج تماما، حيد من راسها وعطاها امل. نصب عليها لانه خدا ليها فلوسها وقال لي غنديروا مشاريع وغنتزوجوا، كذب عليها هو مجوج، قال لي ما مجوجاش. الامل اللي كان عندها ديالك وعندها راجل ما بقاش، تحطمات، ما بقاش، فكرت بانها تقتلو، دات معها جنويه ومضتها. تقول هي مضيتها 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 الحق ديال المضاوة باش غيوقف معايا غنهضر معاه قدام بابه ولا وسط الدار ولا كذا، الا بغى يسوسني ندخلها فيه. ولكن الشيطان دخل معاها لديك الدار، وبانت لها ديك المراه، وبانت لها ديك البنيه، قالت سامع ديك المراه تهضر، وهضرات ديك المراه وجبدات ديك الجنويه وهبطات عليها وضربتها ضربة القلب وضربتها العنقة وبقات تضرب فيها. البنت كيما تتقول هي بقات تغوت وسط ذاك البيت باش تسد فم البنت، دخلت على البنت وذبحتها ورجعت للمرأة. المرأة مسكينة ديك الساعة تحتضر تموت لأن الضربات كيما قال الطبيب بأن كانت الضربات قاضية في الأوتوبسي، تشريح طبي، الطبيب تيقول بأن كانت الضربة مميتة لجهة القلب وضربة مميتة لجهة العنق، أي ضربتها ضربات مميتة بأداة حادة، لانه تبين الطبيب بان داك الشيء اللي باش ضربه كان ماضي، ما دار شيء، ما تشركش اللحم هكا، كان ماضي. اذا فعلا كما قالت هي مضات ديك الجنويه، مضاتها مضاتها وجاي باش تقتل داك السيد، راه كان في الخرب، بانت لا تقتل مراته ولا ضرتها ولا تدوت هذيك المراه ولا تشوف فيها دوتها ولا تشوف فيها ضرتها، ما حملتهاش. ويتهضر معاها، شاف ديك الدار مصوبه مقاده، قالت ايه فلوسي تيصوبها الدار، فلوسي دلها ودلها مع راسها كما قالت هي. قتلتها ونفقل في الدار، هزت الدب، هزت فلوس اللي لقات، هبطت بشويه مع الدروس، ودات معها الجويه خباتها، حلت الباب طلت ما كاين حد وسدعت. مراه عاديه خارجه من الدار، تواحد ما يعطيها عين، تواحد ما يعطيها اهميه، خرجت وسدت في حالاتها. جابوا الجنويه من دارها باش قتلات، مشاو معها جابوها،
اعترفت ودار مواجهة مع المعني بالأمر، وقالت لي انتقمت منك باش تقول لك تضحك على بنات الناس، انتقمت منك فعلا. ديك المرأة مسكينة مشات بريئة، وديك البنية مشات بريئة بريئة، والسبب هو لك الراجل داك النصاب اللي نصب على هاد المرأة هادي، اللي دار لها فلوسها وعادها بالجواج ودلها ودلها. ولكن هاد الشيء هذا لا يبيح المعنية باش تقتل، ما عندهاش حق باش تقتل، لانه في المحكمه اش غايقول هذا؟ غايقول اسيدي ما ديت لها حتى شي فلوس، انا ما يثبتش له توري شي فلوس ديت لها، انا ما ديت لها فلوس، كان شي مكاتبه بيني وبينها، كاتب معها شي ورقه. انا سيدي هاد المراه هادي كانت تدور عليا، اسيدي ما بغيتهاش، انا تنبيع ونشري معها ولا تقول لي تزوج بيا تزوج بيا تزوج بيا، غيبقى يقول بحال هذا في المحكمه. ولكن لازلنا نبحثوا شنو غادي نديروا، شنو شنو الجريمه اللي لصقوا ليه هو باش غنتهموه هو؟ نصبوا احتيال، عندها شي شي كيدارها، عندها ما يتبت نصبوا احتيال، وعد بالزواج، كاين شي وعد بالزواج، شنو؟ اخدع عقوبته هو، مشات لي مراته وبنته، هذه راه عقوبه اكثر من القانون. السيده اخرى تقدمت للعداله، تحكمت 30 عام بالسجن، القتل العمد. تيقول لي واحد السيد قال لي تخدمت بالمؤبد ومن بعد في النقل الابرام طاحت 30 عام. تيقول مشى لها مستقبلها، مشى لها داك اللي كانت تنوى غتزوج به، مشى لها بشا 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 لها كل شيء، الاخر مشاو ليه ولادو، مشاو ليه ولادو، وخدع عقوبته على الوعود اللي عطى ديك السيده. شوف هاد السيده كيفاش انتقمت لما دخلت عندك مرة تشرح لها، وديك مرة تيقولوا مسكينه ضعيفه في الخلقه ديالها، والاخرى كانت شويه صحيحه عليها، الاخرى دماره، عرفت الخدمه، عرفت التماره، عرفت الجبال، عرفت الكونتربوند، عرفت الاخرى مسكينه مرة ديال الدار وديك البنيه الصغيره، وشاف ديك الدار مصوبه مزيان ومقاده، وقالت تشوف قالت هادشي ديالي، هادشي خصني يكون ديالي انا. وردت ديك السيده ضرتها بديك الساعه، ولا ضرتها ولا زدوتها هذيك المراه هذيك، وهي تكب فيها الغضب ديالها كامل. نتمنى من الله الرساله توصل. ونقول لكم واحد القضيه اليوم مهمه، ربما شفتوا المشكل اللي بيننا وبين فرنسا دابا، والحكومه الفرنسيه اللي مشات للجزائر، والرئيس ديال فرنسا مشى للجزائر، وهذا الشد والرد اللي عندنا حنا معاهم. هنا بغيت نقول واحد القضيه، هنا تنقول شوف الوقت كيفاش ولات ما بيننا واوروبا، شوف الامور كيفاش بقات تتغير. هناك ودائع عندنا تما، فلوس حاطين من الناس تما، اثرياء واغنياء وناس سياسيين كانت حاطين فلوسهم تما برا. هنا خصنا يخصهم يبقاو يفكروا في هذه القضيه هذه، يفكروا ويشوفوا المستقبل الجيب، ويقولوا عندك شي نهار حنا نوليو داخلين في هذا النوع العقوبات مجمدين فلوس ديالنا. واحد السيد عايش في كندا صديق ديالي، صيفط لي واحد المسطره قدا قداش، الرجل كان في المغرب ومشى قرا في كندا، وباه من اثرياء كان هنا ديال المغرب ومعروف، ومشى دا واحد كميه فلوس كبيره دا لكندا ودار بها مشاريع في كندا، اي دا فلوس من المغرب دا لكندا، داها بطريقه ديالو كما تيديروا وحدين بزاف في الطرق ديال ميدوزا للبنك في اسبانيا، من بعد اسبانيا لاسويس، من بعد لاسويس كذا كذا، ودخل فلوس لكندا وباع وشرا، وداروا واحد السوق مارشي صغير وداروا خدم فيه مزيان. مع ان اليد العامله تما غاليه، وزاد وشرا واحد الارض كبيره، وديك الارض خلاها شراها واحد المده وخلاها دوز عليها واحد 50 سنين، من بعد ديك الارض قرب ليها البني، اي بداو تيتبنى واحد الفيلات، طاحت عليه فكره باش يبني ديك الارض، استدعاه واحد وكيل عقاري قال لي بيع لي ديك الارض، قال لي لا، قال لي حسب الذكر ديالو بانه هذه راه بلادنا ماشي بلادك، وهذيك الارض ما غاتصرفش عليها وما غاتبنيش فيلات، بيع علينا وتهنا، قال لي لا غنبيع. هنا من بعد اتصل به ذاك الوكيل العقاري، تفاجئ ذاك الكلام اللي قال ليه، وتفاجئ بانه الناس ديال الضرائب جاوا عنده تيتحاسبوا معاه، من حقهم تيتحاسبوا مع البيع والشراء ديالو على كذا على كذا، من جاتك الارض، من جاتك هذه، خلص هذه خلص هذه خلص هذه، تيقول هجموا عليا واحد هجوم ما يتصورش على البال، ومن حقهم الا عنده شي ضرائب يخلصها. ولكن تيقول كيف تزامت هذه القضيه ديال السيد قال لي بيع عليا، وتزامت في اسبوع ما يجمعوا عليا، وحطيت فلوس وخلص لهم كاع داكشي اللي بغاو. من بعد يطلبوا منه من اين لك هذا؟ هاد فلوس ارض من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ دار ثلاثة محامين باش يدافع على راسو، المحامي الأول والو خرج يخاوي، المحامي الثاني خرج يخاوي، المحامي الثالث قال لي شاش غدير؟ أنت ما غينفعك مع هادو غير ديك راهي فايت، دير فايت، قول ديك خلصي الدار، يقول ما ديك فايت، وديك راه فايت،
وهنا من ديك الرفايد قالوا سيدي خصك باقي تنسالوك حنا فلوس ديال ديك الارض وتنتحاسبوا، مازال تنتحاسبوا معاك. وتباعت ديك الارض وخدا واحد القسط ديال الفلوس من ديك الارض، تباعت ماشي باعها كيما بغا هو، تباعت لان من ديك الرفايد وباقي عنده حسابات، وتباعت هذيك الارض ومازال متابعينه. وتيقول ليه خصنا نشوفوا داكشي اللي ربحتي من الارض تعطيه لينا. كان دولتهم هذيك وقانونهم هذاك، وحنا تعرفوا القانون الضريبي ديال اوروبا وديال امريكا والدول المجاوره لامريكا وكندا ما تيرحموش في الضريبه. حنا هنا كاين عندنا التهرب الضريبي بزاف، تهرب ضريبي بزاف بزاف بزاف. تما والو، تما راكم تعرفوا شرب كاس قهوه تيعطيك عليها تيكي، ويقدو تكون خارج من القهوه يقول لك نشوف التيكي واش عندك ولا لا، باش يحاسبهم مول القهوه، راه تيحاسبهم على الكاس ديال القهوه. طحنوا في الضرائب، ولكن سي تيقول ما علاقه بين وكيل عقاري هددني ما بين هاد الهجوم وقع عليا ان في بلادهم. وباقي الان مسكين تيطلع وكتب رساله للقنصلة وكتب هنا وبغى محاكمه وتهم ناس وتهم كذا وتهم كذا وهضر معايا. وباقي الان اللي سميتو السي احمد في كندا باقي الان تيكافح وتيجبد. انا تنقول الناس ديالنا هنا علاش جبت هذا الموضوع، تنقول المغاربه ديالنا اللي عندكم اموال طائله في الخارج ديروا، شوف ديروا معامل في البلاد. هنا بعض الناس غيقولوا لي اسي خرز وراه هنا تيجيو تيبقاو عقلوا كذا ماشي غير الضريبه، تيبقاو عقلوك المساطير وعقلوا كاين عرقله ديال المساطير. سيدنا تيقول ديروا مشاريع في البلاد، ديروا مشاريع في البلاد، جيبوا فلوسكم وديروا مشاريع في البلاد. السياسه اللي دارت لاشين الصين راها طلعت بالفلوس اللي جابوا ليها الناس ديالها الجاليه ديالها في الخارج، فلوس اللي جابوا لاشين والمعامل اللي داروا، جابوا فلوس من برا وداروا معامل في بلادهم، فلوس من برا وداروا معامل في بلادهم، طلعوا لاشين وطلعت ولات قوة، ثاني قوة في العالم، غدا تكون أول قوة في العالم، قوة اقتصادية. جيبوا فلوسكم ديروا بلادكم، وجيبوا فلوسكم وحضوا فلوسكم من دوك اللي تيبغوا ينصبوا عليكم، وقفوا في وجه هذوك اللي تيعقلكم المساطير، لا جيب هذه وجيب هذه، خصك واحد الورقة وجيب واحد الورقة من العمالة شوهوه إلا لاحظتوا بأنه خدمتي تيجبد فيك باش يديك فلوسك. ما عندناش حنا واحد الإدارة اللي هي إدارة مسخة، ولكن فيها بعض الناس المسخين، فيها بعض الناس، بعض الناس كاينين بعض الموظفين. الملك تيقول بسطوا المساطير، الحكومه تقول بسطوا المساطير، هما ما تيبسطوش المساطير، لا هما تيعرقلوا المساطير. تبغي دير مشروع ولي ما هي ملونه، جيب هذا، جيب شهاده، جيب كذا شهاده الوفاه، وجيب شهاده العزوبه، وجيب شهاده بان امك فيها، وجيب تسيتو كسيدي ما خلوناش نخدموا هاد الناس هادو. كاين بعض الناس اللي مسؤولين في البلاد تيبغيو يدخلوا مع هذوك الناس، صح سي تيجي فلوس يدير مشروع، او واحد هو المسؤول في ديك المدينه تيقول له غدير معايا غدخل معايا باش نعطيك الترخيص وكذا دخل معايا، وتيبغوا يدخلوا مع الناس بالقوه، بصح بغا يدخلوا معاهم بالقوه. خص الناس اللي يجي فلوسه يفتح شي واحد اللي بغا يدير مع هاد العمليات، يفتحهم وقف راجل ويدافع. راه الدوله حاميك، راه الدوله حاميك كما تيقول سيدنا، حاميك وحاميك فلوسك باش دير مشاريع هاد العامين رخيصه. عاود ما توقع كما وقع هذا السيد، ها هو بدا فلوس مهنه باش يدير مشاريع تما، خلاو ضربوه وخرجوا عليه، خرجوا عليه مسكين، خرجوا عليه، ولا عنده واحد الامل كان غيبني فيلا تكون غيدير كذا غيدير مسابح، كلشي تقول ليه. وهنا تنقول تنعاود نقول فكروا في هاد اوروبا كيفاش بقات تشوف فينا، وتنقول رجال الاعمال ديروا في بلادكم، ديروا في بلادكم، خدموا ولاد بلادكم، احسن واحد النهار يمشيو لكم فلوسكم تما هباء منثورا. عرف واحد المراه مسكينه دارت واحد المشروع كبير في ايطاليا، دارته ديال الصباط ودارته كبير، كانت تبيع شي في الصباط، تولت تصوب الصباط تبيعو، وجات لها عصابه ديال المافيا طحنتها، قتلتها راجلها، راه دوزت في واحد الحلقه، ماشي دوزها، دوزت واحد القناه، وتتهضر مسكينه، بغاو ياخذوا لها فلوسها هكاك، وداو لها فلوسها، وحرقوا لها المحل ديالها، وقتلوا لها الرجل ديالها، مافيا. ما عندناش حنا اللي غيمشي يدير هذا الشيء كله لواحد السيد اللي دار مشروع هنايا، ما عندناش. واحد تيأتاكي واحد عندنا حنا هنايا، واحد تلقاه في مكتب ومعرقل سير العمل. معرقل سير العمل، الناس تيبغيو يديروا مشاريع ومعرقل سير العمل، الناس تيبغيو يديروا خدمه وديروا سير العمل. جيب ورقه وجيب لاكارت ناسيون وكيليزيها وجيب جوج منها ودير ثلاثه، وكاع ما عنده داك الشيء، غير ماشي عرقل، غير باش نقول له نتفاهموا اشري ونتفاهموا وندوزوا مع الطريق بلا ما نقدر معنا هذا الشيء. وتلقى جايه فلوس يقول لك اخو راه تفاهمنا مع فلان، تفاهمنا مع فلان، واعطينا فلان، اعطينا فلان، هو من حقه ما يعطي حتى شي واحد، يوقف راجل فلوس يبغى ينزل مشروع في بلادي. واللي بعرقل لي هذاك المشروع نشوهو، كاين قنوات، كاين 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 جرائد، كاين نشوهو. ديروا في بلادكم، ديروا في بلادكم باش ما تطيحوش كيما عطيكم على السيد الله وتعالى في كندا مولاي احمد، باش ما تطيحوش في هذيك المراه اللي مسكينه الدوله كلشي. ديروا في بلادكم اليوم، ديروا في بلادكم. السلام عليكم ورحمه الله.